تعب المشوار. من خطواتي وخطواتك تعب المشوار. ونسينا الدار والزوار نسيناهم. جني يا دار، جني يا دار، على وين الدرب مودينا؟ على أي شط مرسينا؟ مرسينا يا بحر اتركنا علمينا، خلينا صغار خلينا صغار خلينا صغار. الله يعافيك يا توفيق. هات هات لنشوف شو في طلبيات خلينا نوصلهم على السريع. شو بنا ابجنتي؟ شو ناوي تشتغل 24 ساعة؟ دوامك خالص من ساعتين. ما بيأثر توفيق، ما بيأثر. نحن شو ما عملنا مع المعلم ابو ناصر ما بنوفيه حق. هذا الرجال ادمي ما قصر معنا بشيء. مشان هيك نحن لازم نبيض وشنا معه. بعدين تخيل حدا من الزباين يجي يشتكي هلا ويقول له والله ابو جانتي مقصر بشغله وعم يضربه على ونطه. انت بترضى لي اياها للتوفيق؟ ما برضى لك اياها، بس طمن بالك ابو جانتي ما في شيء هلا، اساسا بهالوقت بخف الشغل. فوت فوت كول عامل لك صحن مجدره، ستي ما اكلته. قد ايه صار لك مواكل مجدره؟ ليش مين له نفس ياكل لك يا توفيق؟ مين له نفس ياكل؟ مشغول بالك اهلك ما هيك؟ ما عم تحكي معهم؟ ما عم اقدر ما عم اقدر ما عم اقدر احكي. لا يا ابو جانتي، خذ هاي تليفوني احكي منه. بقصة تليفوني وتليفونها ما عم يعلقوا التليفونات. إلي كم يوم عم حاول دق ولا تليفون عم بيعلق. والأخبار اللي عم بشوفها بالتلفزيونات ما بتطمن لك يا توفيق. قصة كلام فاضي. إلي كاتب ربك اللي يصير يا زلمة. خلص إذا ما بدك تاكل فوت ريح. مش شبك ليش ما عم تاكلي؟ مالي نفس تقبريني، غليان قلبي على اخوك، صار له اكثر من يومين ما اتصل. ماله بالعاده. اصلا من وقت ان انا سكنت هذا البيت حاسه بقصه، حاسه حالي رح اختنق. ليش شبه هذا البيت صغير ومضبضب، بعدين تنظيفه اسهل من ذاك البيت مليون مره. ايه من كتر ما كنتي يا بعدي تشتغلي. هلا هيك فهمتي من هذا الحكي؟ شايفه يا شهاب؟ شايفه شلون جار علي وعليكي الزمان؟
مشتاقت لي مثل ما اللي مشتاق لي. ليش حاسس قلبك قسيان علي؟ لأني تركتي؟ الله وكيلك مو بإيدي. غصب عني. بس أنا قلبي لو يقسى على الدنيا كلها ما بيقسى عليك يا شا. بهداك البيت عشت أحلى أيام عمري. أبوكي الله يرحمه كان معيشني على كفوف الراحات. كنت جايبتك أنت وأخوكي أبو جانتي، شو كنا مبسوطين تقبريني. إيه والله اللي صار يا أمي هداك اليوم ما بيتصدق، كل ما بتذكره بيوقف قلبي. ليش شو صار هداك اليوم؟ ما صار شيء، أصلاً هو البيت كان مهرهر وعايف حاله، ولو ما تركناه كانت أكلتنا الصراصير. صراصير؟ إيه صراصير وفيران كمان. ولي على قامتي وفيران كمان؟ خلاص حاجة تذكريني، إميني من هالسيرة. كلي خلصيني خلصيني. أمي أنت اللي لازم تاكلي، شوفي حالك قلبي على نصك. ما بدك تاكلي؟ لا. إيه ها أنا رح طعميكي. طيب أمي الله يوفقك لي من إيدي أختي. يا سلام شو طيبة لبنة، كثير بتحبيها للبنة. بدي هيك خيارة كمان. كمان خيارة. يوفقك. إذا إلك ما دللتك مين بدي دلل؟ خدي شو شوفي لك شو. خيار وشاي. طيب مع بعض ذوقي يا ماما. يا هي أيوة يلا. دوبريني شو حنوني هاتي. يعني مؤمن نور وعواطي يلي مالي غيرهم بهالدنيا؟ والله مو اغلى مني. لكن انتي امي، انتي اختي، انتي عائلتي وكل عزوتي. الله يعمرك وينصرك ويكتب لك اللي فيه الخير ويحقق لك اللي ببالك وبال أهلك الشرفة يا بنت الشرفة. مشتاق لك، مشتاق لشوارعك لحاراتك، مشتاق لأهلك الطيبين. مع أنه في منهم تغيروا وقلبوا علينا يا شاه، بس معليش لمسامح كريم، رغم كل شيء عملته فيني بضلك معلمي وتاج راسي سابقة. دق له ولا ما دق له؟ والله اشتقت لك وبدي دق لها بس ما معي رصيد. بتعرف ليش بدي دق لها؟ بدي اعرف ليش خلصتني هالسياره. لسا ما غطيتها بالدان، ما بعرف شو صار بالدنيا. لك لك فجأة يا أنا دخلت يا أما الدنيا صارت تدور، والنهار فجأة صار ليل. كان الليل يطول لحتى يجي، كنا نستناه ونقعد ننطر ونطاره لحتى نروح نلعب لنا دق شدة على الأسطوح أنا ورفقاتي. أما هلا طبهم صار ليل. بس أنا يعني ما بدنا نظلمها للفرشاية. لك شغلة فرشاية ما بتعملها أكيد، هذا يا الحيط يا السطل. ليش؟ لأنه الفرشاية بحياتها ما خانتني. قديش صار لعندي؟ لك بحياتها ما فتحت تمها بكلمة. ما داق السطل ور 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 على طول بيحكي. خرب بيته لسه ما بيلف الواحد وبيمشي، لفوا هيك مع جنب ببلش شو هالسطل هذا؟ إيه أنا بورجيه. إيه والله لا، بعدين حسابه بعدين السطل.
نعيمان. عماد لبني. على الحمام. حبيبي شو عم تعمل انت؟ ايه شباك طول بالك. يا رب. حبيبي فيني اعرف شو عم تعمل انت؟ معلم عم يشيك على الزيت، صرتوا فاحصيلكم شي 1500 واحد وما حدا مشيك على الزيت، بعدين الدواليب لازم نعيرهم كل جمعه. طب انت شو دخلك فيهم؟ هذا مو بشغلك، انت اللي عليك انك تحط حزام الامان وتشيك المرايا وبس، هذه شغلتك انت. تفضل انت راسب. بسم الله. هلا لهالدرجه شاغل بالك الموضوع؟ اي موضوع؟ خطبه ستي الليسين. والله ما بعرف يا توفيق، ما بعرف، ما عم تفوت بمخي. لك انا شيخ شوفيرية الشام، اجي لهون وارسو مشان شو؟ أه بدك تطول بالك بجانتي، بدك تطول بالك، ادخن شوفير ما بياخذها من اول مره. بس انا يا توفيق ما خبصت، بس هن هون عندهم مفهوم غير بسوا، هذا اللي ما عم بقدر اتعود عليه يا اخي. حاسس فحص السواقه هون اصحاب فحص البكالوريا عنا. ايه مقدم على البكالوريا انت؟ لا ما قدمتها، ابن خالتي قدمها وحكالي. قوم انت ترجب لي كاسه مي. ايه مو على راسي. نعتازك. اثنين ملوخية واحد بأمرك. ايه 512 معروف معروف. بعدين اخي احمد. ارجانتي ارجانتي. علينا. نسيت رح يعطيني الفاتورة. هات هات طلب اللي انا بوصلها. لك شو توصلها؟ شو بدك فيها انت؟ يا زلمه هلا شو انت واحد هات ماشي معي. هي شغلتي انا خلص لا تفكر. سبي لي شغلتي. طب ارجانتي فردها. البيت زاير؟ لا وش هلا هيك فردتها؟ هي فردتها. يا عليك الحلال اذا بشوفك الزبون هيك بقول جاي تاكله. دير بالك لا اكله. خليك لك خليك ضارب بوز، بركي بكره بترسب كمان فحص الليسه. انا ارسب بفحص الليسه؟ لك انا مدوخ كل شوفيريت الشام. حاجتك ابجانتي حاجتك مدوخ شوفيريت الشام ورسبان مرتين بالفحص. خلص توفيق عن جد عم تعصبني بهذا الموضوع. والله عم بمزح معك، والله عم بمزح معك. توكل على الله بالما يبرد الطلب. يلا وهي الفاتوره. مدوخ شوفيريت الشام. قسما بالله اذا برسب هالمره لاحمل حالي وروح الشام واتركك هون لحالك. لكن انا اخرتي على الموتور. لك شو منظري قدام امي واختي انا والعالم اللي بعرفهم بالشام؟ شو ابجانتي ملك الموتور؟ ايه مو احسن ما يكون ملك السكوتر؟ عيدنا سكوتر. كبير الله معه. يا حبيبي هذا اكيد ابو جانتي. الو يلا وفيك خليني احكي معه. الله يخليك احكي معه. اهلين ابو جانتي. استني شوي. الله يخليك ليش شايف فصلتك محروقه؟ استني شوي. اهلين تقبرني. يقبروني الحنايه. اهلين ابو جانتي. يلا الو. اهلين اخي ابو الملوك، شلونك انت؟ الحمد لله نحن بخير. طول عمرك شهم وقبضاي، ما بتقصر والله. بدنا نتشكرك. والله ما لنا بحاجة شيء. أبو جانتي عم يبعث لنا. الله يخلي لنا إياك ويطول بعمرك. شكراً إلك. مع السلامة، الله معك. مشان الله ما تزعلي. قديش له أخوك مسافر؟ لهلأ مالي مصدقة إنه هو ببلاد الغربة. يقبرني على طول بفكر فيه. فاتح باب صاوي. ام النور جوعان انا. ام النور يا امي عملي لي عروسه زعتر.
والله يسامحه هو الثاني، كان لازم يسافر يعني؟ شو بده يساوي؟ مضطر لاحق لأمته. يعني هو كان لازم يوقف لواحد متصاوب بنص له وفوق هيك يجيبه ويجيب له دكتور كمان؟ لك طول عمرك بتعرفي لأخوك شهمه قبضاي، بده ينقذه لكان ما ينقذه. يعني حبكيت هلا؟ ما سمعتي شو عم بيصير مع العالم؟ لك شو بدك بهالحكي هلا؟ فوق مستواك الفكري هذا، اسكتي بقى. الله يرزقك يا ابو جانتي ويفتحها بوشك، شو ما عملت؟ امين بجاه رب العالمين. مارينا بنكيل 63-06. هلا Iron Man. What do you want? I bring this for you. What's this? Food. Food. Ah, food. Can you help me, please? What? Can you help me, please, please, what, please? What? I want to answer my phone, please. Answer your phone. I can't. Ah, okay. You can't see my nail polish. You help me, I help Habibi, you. Habibi, put it here, please, and help me faster. Okay. What, this? Yes, please. Help me, please. Okay, okay. Faster. I will help. Shh. Faster. Just a minute, just a minute. Oh, you want? Put, yes, yes, yes. Hello, hello. Hello, oh, okay. Hi, Susu. كيف حبيبتي؟ ليه ما جيت امبارح على السهرة؟ طلعت عربية وعم تتغلظ علينا بالانجليزي. ولا كنت سهرة بتعقد، ضلينا سهرانين للصبح. طيب حبيبتي. لا والله I can't come tonight. اوكي. طب سلميني كثير على السطور مو بصير. يلا حبيبتي. اوكي. يلا باي باي. باي باي. Please. Come please. Come. Please. Come. Come please. What? Can you help me? What? Please. Four? Yeah, please. Finish? Yes, please. Okay. Take it. Take it. Just. Okay, put it off, please. Close. Yeah, put it here. Please. Come on. Okay. Thank you. Yeah, put it here. What do you want? Money. What's this? For you. Okay, what? Pizza. Pizza. Yummy, I like pizza. Okay, close the door, I'll come back to you. Okay? يا ستي هاي بطرطوس وقت الله يرحمه تعرف على شخص كتير كتير مهم وحاول يساعده بقدر المستطاع وراسه ألف سيف إلا يخلينا نصيف عنده بالشاليات. يا عيكم هاي وين؟ هاي بالرقة. يا ما سهرنا ليالي هيك على ضفة نهر الفرات. يا سلام. وهي قصر هارون الرشيد.
هلا هذا قصر هارون الرشيد؟ قصر لكان خان، شو شايفه انت؟ هارون الرشيد كان يعيش هون؟ لك ما كان يعيش، كان يطلطل هيك اليومين ثلاثة يمسح الغبرة ويرجع. اه ييي لك هي شو كان صغير ابو جانتي؟ اي هي اول طلعته، كان عم يتعلم السواقة. ييي لك مرة بتعملكي بوزة؟ اي هي بحمص طعماني بوزة. امي حلوة حمص؟ والله حلوة هي واهلها. طيب لكن ليش هيك عم يسكتي؟ لك هاتي لشوف ارجيني. شوفي شوفي الزبداني، هي الزبداني. ايه كلها تلج، امي حلوه الزبداني؟ لا قوم كمل طبختي. لك امي شبه؟ اي خلص بتفرج لحالي. لك شو مشتاق صغير. البيت